فرحانه بزاف، فرحانه بزاف بالحفل ديال اليوم، لان فريمون الحفل اللي نجح بجميع المقاييس، بالحضور ديال الجمهور، بال يعني بالنشاط اللي كان نشط الجمهور، التنظيم اللي كان رائع، كل شيء كان مزيان الحقيقه، كل شيء كان في المستوى. وكنبارك عيد العرش المجيد لصاحب الجلالة، الله ينصره، الله يخليه دائما تاج على رؤوس المغاربه، وكنتمنى له الصحه والهنا وطول العمر، وكيف كنتمنى للشعب المغربي دائما التوفيق في الاعمال ديالو، في الحياه ديالو، في كل شيء. فانا كنبغيهم بزاف بزاف بزاف. شكرا اتصالات المغرب، لان دائما هي اللي كتلاقينا مع الجمهور ديالنا عبر المملكه المغربيه، وكنشكرهم بزاف بزاف، ويعني من جهتي ومن جهه الفنانه كاملين اللي كيشاركوا. كلنا كنشكروا ماروك تيليكوم، لان هي الوحيده زعما اللي كدير هذه الحفلات وكتلاقينا مع الجمهور ديالنا. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.